واحد السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا الامور زي هي، ما كان ميشو 5555 الله يحفظكم ليا تبارك الله عليكم. المهم راني في واحد البلاصه هي صراحه طلع عجبتني، ديكور زوين كيف كتشوفوا معايا. يعني بغيت نقول لكم من واحد السيده عرضت عليا، يعني علاش عرضت عليا؟ حيت انا عندي يعني نقولوا عيد الميلاد، وانا يعني صراحه الله ما نكذبش عليكم، انا ما كنتسناش يقول واجي عيد الميلاد ولا ندير سميتو ندير كومبليانيوس، داكشي ما كنديرش داكشي صراحه. الله تجيكم صراحه. السيده يعني بدات دير عليا مفاجاه، قالت لي انا كنعرض عليك ولكن واحد البلاصه خارج على سانتا كروز بعيده. المهم نقول لك طوطال، المهم كاين من سانتا كروز لواحد البلاصه يقولوا بورونغو، واحد البورونغو يعني فين كاين معروف، واحد البلاصه اخرى بعيده على سانتا كروز شويه سميتها بورونغو، عندها شي 33 كيلومتر تقريبا بحال هكا يا فهمتي. ومن تمايا من بورونغو لهاد البلاصه فين كاين دابا انا واحد الكيلومتر تقريبا، نقولوا طوطال تقدر تكون ديك 34 كيلومتر، تقدر تكون بحال هادشي كذا 34 كيلومتر. المهم جابتني هنايا، عرضت عليا ودات لي كومبليهانيو، دارت لي مفاجاه، وفي الاخر السيده يعني طلبت مني الجواز، فهمتيني؟ واقيلا لقيت موي الاولاد كيف كيقولوا، فهمتي؟ يعني غادي نخليكم مع سميتو مع الفلوق، ونتمنى لي عجبكم الدراري. ما تنساوش بارطاج لايك وشي كومونتير زوين، كنحييكم والله يحفظكم ليا. غنخليكم مع الفيديو. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ صافا الامور زي هي، ما كان ميشوش 5555 تنحييكم عاد فقط الخوت. عاد فقت عطيني النعساوية على ما يتعالى بالله. المهم كيف كتشوفوا معايا نحاول نوريكم واحد شويه. هانتوما الخوت، حاول نوريكم واحد شويه. هادي يعني راني في الكابانيا، في الكابانيات فهمتي، في الكابانيا دابا راني كنشوف معايا على برا. حاول نوريكم واحد شويه، يعني هادي المايا ماشي بكا الدراري فهمتي. هادي كابانيا الدراري تاع الخشب، داكشي راك عارف. كتشوفوا معايا الدروج، هذا ما الدرج الخوت يا بوتي، تجي كتجي طالع من بعد. نحيد لكم من التحت باش تشوفوا القضيه كي دايره. الشكل نتاع هدايا، الشكل نتاع هذيك الا كتشوفوا معايا، الشكل تاع ديك الكابانيا راه هي اللي راها قدامي، شتو الشكل نتاعها لهي كيديروا يعني فين يديرو فين، يعني فين طيب ولا بغيت طيب اللحم ولا اي حاجه. فهاد الجهه هادي كيف كتشوفوا معايا تمايا كاينه كوزينه، كاينه طواليت حشاكم، وكاين فين الدوش فهمتيني، شي حاجه سوبر، شي حاجه مزيانه. وغادي تزيدوا تشوفوا معايا هنايا كلشي بدايره كيك غير من فوق شحال هذاك زوينه فهمتي، الله يدير زوينه بالله. شي التقاليد راك عارف العائله فهمتي انت وسيم. شفتو هنايا عاوتاني عندي شرجم هاد الجهه، ولكن هنا الشرجم هذا كيف كتشوفوا معايا الشرجم هذا مشبك، شبك هذاك الشيء باش كتبان الكاميرا دايره مشبك. وكتشوفوا معايا شفتو باين الناس راهو مع على برا لهيه، راهو ما كيشطبو كينقيو هادوك لي فرانسيس هادوك، يعني حيت دوينيو يعني مول هادشي هو فرنساوي. ويلا بدا قال لي يلا بدي، قال لك يلا بديت بقيت كنصوب شويه بشويه، ولكن عجبني داكشي واقيلا واخا هكا. المهم غادي تشوفوا معايا بزاف تاع الحوايج فهمتيني. هانتوما الخوت كيف كتشوفوا معايا
نحاولوا قاعد اسيدي حنا انا قاعد اضرب ايه هذا الخوت شتو ولا باش تعرف كابانيا زوينه فهمتي الانسان اللي بغى وكل طبيعه هنا الخوت فهمتي هنا كل طبيعه ولا طبع الخوت فهمتي كيف كتشوفوا معايا الخوت نحاول نهود درجه درجه نحاول نبقى نهود بدرجه درجه هانتوما هانتوما نجيو حتى لهنايا وشوفوا كيفاش كتبان كوان دابا راه في الطروش هذا فهمتي هانتوما الخوت الهود شفتوا معايا الطروش الخوت وطلع عليا الفوق شي حاجه شي حاجه مليحه كيف هادي كيف هادي هادي ترى تاع التير نيش باش يعني اللي كاينش على التير داكشي المهم انا كيف قلت لكم بابا يطيب راه صورت لكم داكشي من الفوق وهنا كوزينه والثلاجه انا هي كوزينه والثلاجه الدراري كيف كتشوفوا معايا لكن حاشاكم الطواليت والبانو طاس على همو بنادم شي حاجه عالم فين الخوت كي دايرين صافا الامور زيها كنتمنى يكون هاد البلوغ هذا ان شاء الله في الاعجاب نتاعكم لايك لايك ما تنساوش كومونتير كنحييكم كاملين والعز ليكم المهم الخوت كيف قلت لكم يعني ما نكذبش عليكم يعني البلاصه اللي كتبت فيها البارح بالليل اللي درت فيها اللايف مين كنت كنقول غادي يخرجوا لك القروده غادي يخرجوا لك السبعه غادي يخرج لك الضبعه تخرج لك المافيا هي هاد البلاصه اللي انا كنفطر فيها حاليا
المهم كيف قلت لكم الخوت يعني مفاجأة كيجيو مفاجآت بعض المرات راك تعرف غير هكاك على غفلة. السيدة اللي راه يعني واحد السيدة يعني عرضت عليا وقالت لي مول الحريشة راك يعني انا غادي يعني غادي يعني حيت دابا اصلا اش بغيت نقول لكم يعني كاين عيد الميلاد نتاعي انا وانا ما نكذبش عليكم صراحة الله فقال يعني ما كنحتفلش بعيد الميلاد ولا شي حاجة يعني كاين جبت الوقت وصافي ما كنحتفلش بعيد الميلاد انا المهم انا من الناس اللي راكم عارفين وما عليناش هاد السيدة هادي قالت لي بغيت نعرض عليك مول الحريشة او عارفاني بمول الحريشة باش نجيكم صراحة يعني عارفاني بمول الحريشة تاع مول الكريشة ما بغيت كلاص خليت لهم ديك العيشة مني عرضت عليا دابا صدفة كنقسم لكم بالله وكنقسم لكم بالله اللي خلقني يعني هي الطورطه هذه يعني نتاع عيد الميلاد اقسم بالله ما كنعرف واش كانت الطورطه هذه كنقسم لكم بالله المهم يعني كيف كتشوفوا معايا هنايا غنوريو الطورطه هي الاولى حيت عليها لا على الميلاد عيد الميلاد قراوا شنو قال لك كومبليانيوس مول الحريشه تنقسم لكم بالله يا الخوت بلا يعني ما نكذب عليكم تنقسم لكم بالله اللي خلقني يا الطورطي ما عرفت واش كاينه عاد دابا غير صدفه انايا جات فيه هني تاع اليوتيوب اليوتيوب كيف كتشوفوا معايا الفيليس وهذيك العلامه تاع اليوتيوب بالخوت شفتوا ولا ما شفتوه كاين داك سميتو حيدوا عليا الله ينعل بوكم فهمتي انت تاع اليوتيوب الدراري فهمتني انت كيف تشوف الخوت معايا علامه ديك العلامه تاع اليوتيوب فيليس وفيها فيليس كومبلانيو مول الحريشه كيف كتقراو قراو معايا مول حريشه وكنقسم لكم بالله الخوت الى هذه اقسم بالله ما عرفت واش كاينه كنقسم لكم بالله اللي خلقني وراه الله احسن من كلشي المهم يعني الفطور هو هذا غادي نفطر ان شاء الله باذن الله عندكم هنا كيف تشوفوا معايا القهوه ما سهله سخونه عباد الله هنايا عندي البيضه الدراري ومطيشه وكيسو كيسو بحال قلتي ما عرفتش كيف نقول بالعربيه كاع اش كالزبده واش كيقول لها كيف كتشوفوا هنايا كيسو البيض ام مطيشه وعندي هنايا زبده زبده يا زبيده انا واحد الكونفيتير هي هادي وكتعرفوا معايا هنايا الخبز مقطع كيف كتشوفوا معايا وكاس باش نشربوا القهوه وهذا سنيده هي سنيده فهمت الا عرفتي ديك الطريقه فاش قال له يعني الفار كياكل السكر مول الحانوت فهمت وكاع كلا لي السكر الخوت وشدو وشدو بالله شدو شد اللقطه ويحيد السنان قال له اما سنيده يعني صا قال له واخا حيت لي السنان هضر بس اما سنيده وقال له وسنيده ما غاديش ناكل فيها وكيف كتشوفوا معايا هذا كيتسمى تشيرو الخوت وربما الا ما كذبتش عليكم هذا كان غير في يعني في بوليفيا وربما يكون في بعض الدول في لاتينو امريكا اللي كنظن انايا ماشي زعما نقول لكم 100% ولكن الناس هضروا بزاف قالوا لك هذا التشيرو هذا كيمشي حتى لاسبانيا كيمشي من بوليفيا لاسبانيا هذا التشيرو الخوت هو هذا يعني غنحل حل وحده باش تعرفوا التشيرو كيف داير نضرب جوجا نشوفه باش نوريكم يعني كيف داير باش ما يسمعش بهم التشيرو هذا حيت كيتحيد لي القصر الفوقاني او هانتوما الخوت شفتوا هذا هو تيقولوا تشيرو وحلو يمكن دير منه عصير يمكن انه تاكلو هكا ديريكتومون المهم الله يحفظكم ليا كنتمنى تكون يعجبكم يعني يعجبكم الهضره تاع مول الحريشه وغادي نصوركم جديد وهي يا سيدي كيف كنقول لكم انت اليوتيوب فيليس وهنايا مكتوبه فيليس كومبلانيو مول الحريشه واحد السيده واحد السيده هي اللي عملت لي هادشي هادي والمشكله فاش بقى دابا الدراري السيده طلبات لي قالت لي باغي نتزوج بك ويلي تغرمات بيا السيده قالت انا باغيك مول الحريشه وانا بغيت نتزوج بك وانا من هنا وانا باغي نعيش معاك وانت هو سميتو انت هو طاطا طاطا بقيت فاهم انا والو ولات المراه كتخطب الراجل دابا المراه انا خطباتني يا عباد الله ولي فرا المراه خطباتني راه ماشي انا اللي خطبتها وهي اللي خطباتني يا صاحبي المهم كنتمنى يكون في الاعجاب تاعكم الى عجبكم راكم تعرفوا شنو غديروا كنحييكم ما تزابلوش مازال المقاطع الاخرين ان شاء الله باذن الله ورا المقطع هذا تحياتي تحياتي الدار سوا يا بني
هذا 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 العلم تاع الغابه هذا 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 الريح والروينه والضلع العويله العيد اول واحد في الحياه كيدير العيد ميلاد تاعي يا جميل تاع ام الحريشه يا جميل اليوم غادي ناكل حلوه المهم المهم الدري كان السيده قالت لك راه جبتها شي حاجه ناضيه ولكن قال لك واحد اكسيدون يعني اللي شويه دارتها ولكن ما عليناش كتبر واخا فك هي هذيك هيك مرضيه مرضيه قال لك خصك تعذب منها واحد شويه غادي نحاولوا نعطي واحد العضيبه للدراري نشوفوا العمليه كيفاش دار بس هي مرضيه الله يمال بعد سيدي قال لك عاد وحشتها هي في النيفا صاحبي الخشب سيدي قالت لك عاد ضربت التعريضه ويحشد لي في النيف حشومه يسو كيما يستمر اسا مريض ناريس كوم يوم لوخو انت Un otro patio. سيدة قالت لك عض حيت هما دابا ملي كي تيديروا شي واحد عيد الميلاد كيحطوا لي الحلاوه تيقول لي دير ليه شي عضه فهمتي يفوتي هو دي عضه واحد شويه تيدخلوا لي الراس في ديك الحلوه فهمتي تيقول لي كامل عامر وجهه حلوه فهمتي غير دابا انا قلت يعني مازال انايا راه عندي الحظ فهمتي هادي يلاه حطي واحد شويه وصافي عامل نيف هنا يا الفم وصافي ما رتحشوا لي الوجه كامل سميتو نتاعك المهم يعني كنتمنى يكون هادشي في الاجابه هذا هو اللي بدر عليك وسط الغابة الدراري وسط الغابة دير مول الحرشة دير كومبلي اني وانت وسط الغابة انا عا مفاجأة هما اللي دارو لي كومبلي اني خطبوني كومبلي اني هنيونا الله يلا شوف احنا ثانية والله يلا اعلام بالله ومن طحت وما فقتش شو القهوه كيف ديال القهوه هنا عنده القهوه ولكن ماشي بحال اللي كندير انايا باش ما نشوفش غلطي لا خصك تاكل بالخبز باليد عندني غمص 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 خطبتيني لا خطبتيني اكل اكل يصير سي خطبتيني المرأة خطبتني صافي لقيت المرأة لقيت موال الوليدات ولقيت موال الوليدات الخوت خطبتيني لا سي غمص 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 غمصها اغمصها واغمصها لقيت مويه وليدات لا سي سي اه اسو قلت لها مويه الوليدات قالت لك سي سير سير بعد فهمتي هي ما عرفه كاع شنو قلت لها غمصها غمص نغمص ولا ما نغمصش البلبله البلبله ريبيتير البلبله
البلباله. البلباله؟ البلباله. البلباله؟ اي سوا. مول حريشه. اكيد دي سيلي مول حريشه. مول حريشه. اي سوا. سمعت الخط باش ما تقولش مول حريشه فورتي مول حريشه. مول حريشه. اي سوا. يا سوا البلباله. البلباله مول حريشه. البلباله؟ البلباله مول حريشه. غمص. غمص سيما غمص. سيما غمص. البلباله. دي سي البلباله. نقولها بوكا جينا. نو ميمبورتا. يا فويرتي. البلباله. 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 نو البلباله. البلبله مول الحريشه. مول الحريشه. مول الحريشه. تعمر الكريشه. ما بغى كلاس. خلينا ديكم ديك العيشه. اسو دونك ما قلت شكون خليت ضربو لكن قلتيها غمص 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 غمص. دابا دابا تيجيو نحل نحل باغي ياكلوا ليا الطورطه فهمتي نحل نحل لا لا هذا نعضو في اليوتيوب اخبار انا غنحيد واحد شويه من هنا من سميتو غنحيد شويه من اليوتيوب وغادي عطيك يطلع لنا بابا بابا حلوه الدراري لا بنينة بنينة وماشي بنينة 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 ايه شو جدك بنينة ما عرفة قال شنو قلت فيها بنينة قلت بنينة بنينة سي بنينة؟ ما بنينة هي بنينة؟ أرضها هي بنينة أرضها سمى لي ما هي بنينة كيف بنينة؟ بنينة كما يصير delicioso eso sí delicioso tiene sabor todo dice eso lindo no es benino benino entre benino o عودتها بنينه قلت لها بنينه قلت لك بنينه 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 ولكن وقلت لك واش بنينه بنينه راه تيقول لك تقول السم عرفتو غتشوفني اليوتيوب بعد ضربني بسترايك عيت علاش عيت وكل العالم انت كتمنى الفيديو هذا يبقى هذا الحال ضربو بك سترايك نحكو صابو في الشموس